فتحة وريكاردو وزين المحتوى بتاع المعرض هذا هو إبراز لخصائص الهندسة المعمارية تجربة خاصة فيما يخص المساجد الرياضية منها أو الميكانيكية كذلك بعض المناطق الطبيعية التي تميز بها الجزيرة بالإضافة للحرف التقليدية في تجربة هذا محتوى المعرض حوالي 45 لوحة فوتوغرافية قام بتصوير هذه اللوحات المشهور الفنان والرسام التشكيلي جون بيير فايتياسكو وبعض أعضاء مصلحة الصورة والتوثيق من نوعية جربة أنصوني. وهذا علاش الاسم والعنوان كان كرواسي لخاطر تم صور مأخوذة من أبناء الجزيرة وصور أخرى مأخوذة من زميلنا جون بيير فايتياسكو. دونك زوز رؤات تتقاطع في المعرض هذا باش تبرز كما قلت لك خصائص المعمار الجربي وكذلك المناظر الطبيعيه والحرف التقليدي. سبت 20 ديسمبر على الساعه 4 قمنا بافتتاح هذا المعرض. يتواصل المعرض هذا 21 ديسمبر الى غايه في 2015. هذه فرصه للزائرين باش يكتشفوا فيها الصور المعروضه وكذلك الفضاء اللي هو ابراز خاصه للمعمار الجربي. لذلك احنا خرجنا من قاعات العرض الكلاسيكيه وجينا للفضاء هذا مقهى ومطعم فوق المعروف عند الناس باش نبرزوا ليس فقط الصور بتاعنا لكن كذلك واقع المعمار في الجزيره يمثل هذا الفضاء فوق الجنسي اللي هو نسخه مصغره عن المعمار العمل هذا اللي هو فعلا عمل هام ونقدروا برشا على الخدمه هذه.